بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة السابعة لمقرر علم الصخور بترولوجي. هنتناول في هذه المحاضرة الجزء القسم الثاني في الصخور الرسوبية بعد الرواسب المتبقية اللي اتكلمنا عنها المحاضرة السابقة اللي هي الريزيدوال ديبوزيتس. القسم الثاني اللي هو في تصنيف الصخور الرسوبية اللي هو السيدمنتري روكس اللي هي الصخور الرسوبية. أو بمعنى تاني الرواسب الرسوبية كتقسيم يعني. سيدمنتري the sedimentary or detrital rocks are those formed by the deposition of the solid material the carried in suspension by agencies of transport. الصخور الرسوبية أو الفتاتية هي تلك التي تتكون نتيجة ترسيب المواد الصلبة المحمولة في المعلق بواسطة عوامل النقل، لأن زي ما قلنا في المحاضرة السابقة إن الصخور الرسوبية ما هي إلا نتائج لعملية الترسيب اللي اتكلمنا عنها تفصيليا في المرة السابقة. Their mineralogical, textural and structural characters afford evidences as to the condition attending the deposition of the material, the extent of denudation, the mode of transport, climate, and other paleogeographical features of the period to which the rock belonged. بتوفر خصائصها المعدنية والتركيبية والنسيجية أدلة على الظروف التي رافقت ترسيب المادة ومدى التعرية وطريقة النقل والمناخ وغيرها من السمات الجغرافية القديمة للفترة التي تنتمي إليها هذه الصخور. بنتكلم في أول جزئية لهذه الصخور وألا وهو المينرالوجيكال كومبوزيشن اللي هو التركيب المعدني، لأن احنا زي ما عارفين إن أي صخور أيا يعني كان نوعها ما هي إلا تجمعات من المعادن سواء نارية أو رسوبية أو متحولة مينرال أسمبليج. The minerals of sedimentary rocks fall into classes. One, the insoluble residues of rocks decomposition, and two, the comparatively durable minerals derived from pre-existing rocks. بتنقسم معادن الصخور الرسوبية إلى فئتين. الفئة الأولى بقايا تحلل الصخور غير القابلة للذوبان. الفئة الثانية اللي هي المعادن الدائمة نسبيا المستمدة من الصخور الموجودة مسبقا ومن بين المجموعات المجموعة السابقة المجموعات التي among the former are the groups of ايه اللي هي the clay minerals such as kaolinite halloysite ETC اللي هي المعادن الطينية مثل الكولينات والهالوسايت وغيرها. B the micacous minerals including hydro micas and chlorite اللي هي المعادن المايكائية. كلمة micacous اللي هي الصفة من مايكا، المعادن المايكائية ومنها الهيدرو مايكا والكولورايت. C aluminum hydroxide, البوكسايت والجبسايت ETC and the ferric oxides اللي هي D and hydroxides. هيدروكسيد الألومنيوم والبوكسايت والجبسايت وغيرها ثم أكاسيد الحديد والهيدروكسيدات. دي اللي هي الجروب اوف مينرال كومبوزد زي سيدمنتري روكس. A large number of mineral species are found in the second class. Quartz is of course always the most abundant and certain accessory minerals such as zircon, dorotile, tourmaline, garnet, kyanite, magnetite, etc. are frequently present in sediments. تم العثور على عدد كبير من أنواع المعادن في الفئة الثانية زي الكوارتز. الكوارتز هو بالطبع الأكثر وفرة دائما
ومن بعض المعادن الإضافية مثل الزركون والروتايل والتورمالين والجارنت والكيانايت والمجنيتايت وما إلى ذلك، وكل ده بتوجد بشكل متكرر في الرواسب انسيدمنتس. With the rapid disintegration, however, in a rock forming mineral, even those most susceptible, the decomposition may for time form constituent of a sedimentary rock. طبعا مع ذلك ومع التفكك السريع، فإن أي معادن مكونة للصخور حتى الأكثر عرضة للتحلل قد تشكل لبعض الوقت مكونة للصخور مكونا للصخور الرسوبية. The mineral composition of sediment is affected by many factors. بيتأثر التركيب المعدني للرواسب بعدة عوامل. Since the insoluble residues of rock compositions are usually of floor-like finings, they form the chief constituents of clays, whereas sands consist chiefly of quartz and feldspar. وبما أن البقايا غير القابلة للذوبان نتيجة تحلل الصخور عادة ما تكون ذات نعومة تشبه الدقيق فلور لايك، فإنها تشكل المكونات الرئيسية للطين، بينما تتكون الرمال بشكل رئيسي من الكوارتز والفلسبار. The mineral composition also depends on the nature of the rocks forming the gathering ground of the material, the duration and the nature of transport. بتعتمد طبعا يعتمد التركيب المعدني أيضا على طبيعة الصخور التي تشكل مكان تجمع المادة ومدة وطبيعة النقل. Long continued transport tend to destroy the softer, more cleavable and brittle mineral grains and thus to produce greater mineral uniformity in the final material. بيميل النقل المستمر لفترة طويلة إلى تدمير الحبوب المعدنية الأكثر ليونة والأكثر انقساما وهشاشة، وبالتالي إنتاج قدر أكبر من التجانس المعدني في المادة النهائية. نتكلم عن جزئية الجرين سايز بعد المينرال كومبوزيشن. هنبدأ نتكلم عن التكستشر اللي بيتبلور في العناصر اللي هنتكلم عنها دي، بنبدأ فيها بالجرين سايز اللي هو الحجم الحبيبي. The principal factors which determine the size of grains in sediment rocks are the dominant modes of weathering, decomposition or disintegration, the texture and the composition of the pre-existing rocks, and the kind and amount of the transport suffered by the material. العوامل الرئيسية التي تحدد الحجم الحبيبي في الصخور الرسوبية هي أنماط التجويع السائدة اللي هو التحلل أو التفكك، ونسيج وتكوين الصخور الموجودة مسبقا، ونوع وكمية النقل الذي تتعرض له المادة. The effect of decomposition in general, effect of decomposition in general is to produce material of floor like finings. تأثير التحلل بشكل عام هو إنتاج مادة ذات نعومة تشبه الدقيق. Disintegration on the other hand tends to produce detritus of coarser grains since it is operating along cleavages and around the margins of crystals in coarse grained rocks and along joints and fissures of fine grained rocks. من ناحية أخرى بيمثل يميل التفكك إلى إنتاج مخلفات الحبوب الخشنة لأنه يعمل على طول الشقوق وحول هوامش البلورات في الصخور الخشنة الحبيبات وعلى طول مفاصل وشقوق الصخور دقيقة الحبيبات. The amount of transport undergone by detritus will obviously affect the grain size of the resulting minerals.
من الواضح أن كمية النقل التي تخضع لها المخلفات ستؤثر على حجم الحبيبات حبيبات الرواسب الناتجة. A longer period of shifting back and forth by wind weaves, rivers or glaciers inevitably means a greater amount of wear on each particle and consequently finer grain. الفترة الأطول من التحول ذهابا وإيابا بفعل الرياح أو الأمواج أو الأنهار أو الأنهار الجليدية بتعني حتما قدرا أكبر من التآكل على كل جسيم، وبالتالي حبيبات أكثر نعومة كلما كانت العوامل أكثر. The term is applied to detrital material of varying sizes such as boulders, cobbles, pebbles, gravel, sand, silt, clay are rather loosely defined. المصطلحات بقى المطبقة في على المواد الفتاتية ذات الأحجام المختلفة مثل البولدرز اللي هي الجلاميد، الجلاميد اللي هي القطع الصخرية الكبيرة، الكوبلز اللي هو الحصى الكبير اللي هو أقل منه شوية في الحجم، البيبلز اللي هو الحصى المتوسط أو نقدر نقول عليها قطع صخرية صغيرة، يبقى البولدرز اللي هي الجلاميد أو الكبيرة، والكوبلز اللي أصغر منها شوية، والبيبلز اللي هو الحصى المتوسط، وكلهم قطع صخرية من الصخر الأصلي. ثم الجرافل اللي هو الحصى العادي، الحصى العادي جرافلز، ثم الساند اللي هو الرمل والغرين والطمي، بيتم تعريفها بشكل يعني شكل فضفاض يعني سايب أو مفكك إلى حد ما. The following table represents the compromise between the various systems. وطبعا بيمثل الجدول التالي حلا وسطا بين الأنظمة المختلفة. جدول في الشريحة القادمة في next slide. Sediments دي الرواسب دي which contain a large number of grids in more or less equal amounts are said to be unassorted or ill-assorted. بتسمى الرواسب التي تحتوي على عدد كبير من الدرجات يعني درجات مختلفة بكميات متساوية تقريبا بأنها غير متنوعة أو سيئة التنوع. On the other hand, sediments containing a large proportion of one grid are said to be well assorted or graded. ومن ناحية أخرى يقال إن الرواسب تحتوي على نسبة كبيرة من درجة واحدة تكون متنوعة أو متدرجة بشكل جيد. يبقى الرواسب اللي فيها عدد كبير بكميات متساوية بس أحجام غير أحجام مختلفة number of grades درجات عدد من الدرجات قليلا او كثيرا، في هذه الحالة بنقول ان هي غير متنوعة، بينما الرواسب اللي تحتوي على نسبة كبيرة من درجة واحدة بقى مش متنوعة تكون متدرجة بشكل جيد. Ill-sorted sediments are produced under condition of rapid and confused deposition of the glacial deposits. بيتم إنتاج الرواسب سيئة التنوع في ظل ظروف الترسيب السريع والمربك مثل الرواسب الجليدية، زي ما كنا بنقول في النارية إن التبريد السريع بيؤدي إلى سحق واختلاف درجات التحبب في الصخور النارية. هنا برضو نفس الكلام في الصخور الصوبية. بيدي عملية rapid بيؤدي إلى confused deposition as glacial deposits. Moreover, well-sorted sediments are produced by long continued transport in wind or water with consequent sifting out of the particles of differing sizes. علاوة على ذلك يتم إنتاج رواسب جيدة النوع عن طريق النقل المستمر لفترة طويلة في الرياح مع أو الماء مع ما يترتب على ذلك من غربلة الجزيئات ذات الأحجام المختلفة، زي ما كنا بنقول بالظبط في الصخور النارية إن هناك
سلو كولينج في البولتونيك روكس، ورابيد كولينج في الفولكانيك روكس، وان بتوين الهايبابيس روكس. هنا برضو بنقول في ترسيب سريع ومربك، وهنا نتيجة السرعة بتاع الرواسب الجليدية، وفي النقل وفي ترسيب بطيء نتيجة النقل المستمر لفترة طويلة في الرياح أو الماء. وبيترتب على كل عملية من هذه العمليات دي شكل وتنسيق وترتيب للجرينز. ده اللي هو الجدول اللي كنت بشير إليه في المصطلحات بتاع المواد الفتاتية. بنشوف أول حاجة الدرجة اللي هو الجريد، وبعد كده مدى حجم الحبيبات range of size of the fragments، الفراجمنتس اللي هي القطع الصخرية، وبعد كده المين جروبس المجموعات بتاعتها. كل مجموعة جريد متشابهة مع بعضها بتسمى باسم مجموعة معينة. على سبيل المثال بنبدأ بالحاجات الأكبر حجما اللي هو البولدرز والكوبلز والبيبلز. البولدر زي ما قلنا عليها اللي هو الجلاميد، القطع الصخرية الكبيرة اللي هي أكبر من 200 مليمتر. اللي تحتها بشوية الكوبلز، حصى متوسط اللي هو بين 250، يعني يليه في قلة الحجم 250. بعديه الحصى ده كان الحصى الكبير اللي هو الكوبلز، بينما الحصى المتوسط اللي هو القطع الصخرية الصغيرة اللي هي البيبلز، ودي بعديها على طول بين 50 و10 مليمتر. المجموعة الحصوات دي كلها سواء الجلاميد أو القطع الصخرية الكبيرة والمتوسطة بتسمى جروب مع بعضها اللي هي الرودايتس، أو نقدر نقول عليها بالعربي كده الحصى الغليظ أو الحصويات الغليظة. الفئة التانية الحصى، بس الحصى العادي اللي هو بقى مش كبير ولا متوسط، ولا يعني بيكون الحصى اللي هو النورمال اللي شكله عادي اللي هو الجرافلز. الجرافل برضو بيبقى درجة أقل، يعني نقدر نقول عليه الحصى الصغير جدا أو الحصى العادي بمعنى ده، يعني بيالي اللي سبقوه. ده بيكون حجمه مدى الحجم بتاعه بين 10 إلى 2 مليمتر، ودي مجموعة لوحدها بنسميها مجموعة الجرافل اللي هي الحصى. الحصى الأدق منهم من كل ما احنا نازلين فيها الجرين سايز إلى الأدق اللي هو الرمليات بقى، اللي هي مجموعة الرمل ساندس اللي هي بتبدأ بالفيري كورس ساند، ودي برضو بتالي اللي فات وفي الحجم بين، يعني كل ما بنروح في النازل فيها السايز فيري كورس ساند اللي هي بين 2 لـ1 مليمتر، الكورس ساند اللي هو بين 1 إلى 0.5 مليمتر، الميديم ساند بين 0.5 إلى 0.25 مليمتر، والفاين ساند اللي هو بين 0.25 إلى 1.0 مليمتر. كله عبارة عن رمل ولكن مختلف الأحجام، فعشان كده بنسميها كجروب ساند الرمل. واحنا نازلين برضو في الجرين سايز في النازل بننتقل إلى مجموعة السلت اللي هو بنسميه الغرين. ده بيكون أقل بقى من اللي فاتوا في الجرين سايز بين 1/10 إلى 1/100 مليمتر، وبياخد طائفة لوحده أو جروب بيسموه مجموعة الغرين اللي هو السلت كجروب. الأكثر بقى دقة اللي هو أدق حاجة اللي هو الدست والمض والكلي اللي هو التراب والطمي الطين والطمي والطين، وده بيكون أقل من 1 مليمتر. ودي بتكون مجموعة من مين جروب بنسميها مجموعة الطين اللي هو الكلي. الجدول ده لما كل المجموعات بتاع الجرين سايز بتاع القطع الصخرية وتصنيفها من ناحية المجموعات في الصخور الرسوبية. ده كان بالنسبة للعنصر الأولاني في وصف التكستشر، الأنسجة بتاع الصخور الرسوبية، وهو الحجم الحبيب الجرين سايز. العنصر الثاني في الجرين سايز في التكستشر اللي هو شكل واستدارة الحبيبات، shape and roundness of grains. In the clastic rocks, the shapes of the constituent fragments depend on the original shapes of the material supplied by weathering and on the amount and the kind of transport it has suffered. في الصخور الفتاتية بتعتمد أشكال الأجزاء المكونة
لها على الأشكال الأصلية للمادة التي توفرها التجوية وعلى كمية ونوع النقل الذي تعرضت له. The first factor depends on the physical characters of the different minerals concerned. العامل الأول بيعتمد على الخصائص الفيزيائية للمعادن المختلفة المعنية. Concerned the quartz of granite will supply sharply angular fragments, the feldspar will provide grains bounded by the barrel cleavage fractures, the mica will give rise to thin irregularly bounded flakes, zircon and apatite may be liberated as perfectly shaped crystals. سوف يزود الكوارتز الجرانيت بشظايا زاوية حادة، سيوفر في الصبار حبيبات يحدها قصور الانقسام المتوازية، بينما تؤدي المايكا إلى ظهور رقائق رفيعة ذات حدود غير منتظمة، وقد يتم تحرير الزركون والأبطات كبلورات ذات شكل مثالي. ده اللي هو شكل الجرينز لما بتتكسر من الصخور الأصلية، بتاخد أشكال معينة بعد تفتيتها. In the case of fine-grained compact rock, the fragments produced by disintegration will generally be angular as they will be determined by the interaction of natural fissures or of irregular fractures planes due to the mode of disruption. في حالة الصخور المدمجة ذات الحبيبات الدقيقة، فإن الإجزاء الناتجة عن التفكك ستكون بشكل عام زاوية، سيتم تحديدها من خلال تفاعل الشقوق الطبيعية أو مستويات الكسور غير المنتظمة بسبب طريقة الخلل disruption. The effect of the transport open the initially angular mineral and rock fragments supplied by weathering is too smooth and round of irregularities and finally to produce rounded and polished grains. تأثير النقل على الأجزاء المعدنية والصخرية ذات الزوايا الأولية التي توفرها التجوية هو تنعيم وتقريب المخالفات، وأخيرا إنتاج حبيبات مستديرة ومصقولة. The degree of roundness depends on size. The largest particles are the most rounded. درجة الاستدارة طبعا اللي بتعتمد على الحجم، أكبر الحبيبات أكبر الجسيمات هي الأكثر استدارة. It depends also on weight. Specifically heavier particles suffer the most roundness. أيضا الصلابة بتعمل ضد الاستدارة، يعني against roundness هاردنس. وبرضو الوزن بتعتمد ايضا على الوزن، بنلاقي الجزيئات الثقيلة بتعاني من بتظهر او بتبدي استدارة اكثر. الهاردنس ميليتيتس اجينست هاردنس اللي انا قلتها من شوية، اللي الصلابة بتعمل يعني زي ما ذكرت الجسيمات الاثقل على وجه التحديد بتعاني من الاستدارة الاكبر، وانما الصلابة بتعمل ضد الاستدارة. The softer mineral fragments the more likely to be well rounded. كلما كانت القطع المعدنية أكثر ليونة زاد احتمال أن تكون مستديرة بشكل جيد. Well rounded. Another factor is the distance transport. The longer the travel the greater the roundedness. طبعا من ضمن العوامل المهمة جدا مسافة النقل عامل آخر، كلما زاد طول النقل كلما زادت الاستدارة. يبقى احنا كده عرفنا الاستدارة بتعتمد على عوامل كثيرة، على الوزن وعلى شكل الحبيبات وعلى الثقل وعلى مسافة النقل، اتنقلت مسافة قد ايه، لان كل ما اتنقلت اكتر كل ما استدارت اكثر.
دي كلها عوامل بتؤثر او بتتحكم في الراوندنس اوف جرين بعد ما عرفنا الشيب اوف جرين. بعد ما اتكلمنا عن الجرين سايز وعن الشيب اند راوندنس، بندخل بقى في عمليه التماسك بتاع الحبيبات دي اللي هي ما يطلق عليها كوهيجن. When first formed sediments are loose, soft and unconsolidated, but in course of time they become firm, hard and compacted. عندما تكون الرواسب لأول مرة بتكون سايبة مفككة لوس وناعمة وغير متصلبة and unconsolidated، ولكن مع مرور الوقت بتصبح محكمة فيرم وصلبة ومضغوطة، زي ما ضربت مثل قبل كده لو جبنا شوية رمل وسبناهم فترة باللاجون بيتماسكوا ويتحول من لوس اللي هي المفككة دي والسايبة لوس ساندس إلى حجر رملي بيتصلب أو بيتماسك اللي هو الساندستون. This is due chiefly to two processes. رقم واحد، عملية التماسك والإحكام ده بيرجع ليه للعمليتين دول. أول حاجة welding or induration اللي هي الالتحام أو التصلب. العملية التانية اللي هي cementation اللي هي التلاحم. التلاحم يعني هناك فرق بين التحام، التحام ده نتيجة ستريس أو كومباي ضغط بيعمل ايه زي التحام، الحاجة تتلحم في بعضها، انما سيمنتيشن تلاحم يعني حاجات في مادة لحمة بتلحمها كده زي لحم الحبيبات الكوارتز او لحم حبيبات الكالسايت، فيتحول من رمال الى حجر رملي او من كالسايت الى حجر جيري. الاولانية التحام والتانية تلاحم، تلاحم نتيجة مادة لحمة سيمنت. ويلدنج عشان هنشوف اهو التعريف بتاعها. الويلدنج هي ايه؟ عبارة عن is consolidation by pressure زي ما كنت بقول by either to the weight of super incumbent material or to earth movement، زي ما كنت بقول شوية هو التصلب اللي ناتج عن طريق الضغط او بسبب وزن المادة الزايدة او بسبب حركات الارض اللي هي الموفمنت. Most of the water in the sediments is squeezed out and the particles cohere because they are brought within the limits of mutual molecular attraction. بيتم عصر معظم الماء الموجود في الرواسب وتتماسك الجزيئات لأنها تقع ضمن حدود التجاذب الجزيئي المتبادل. The fine-grained clay rocks are more susceptible to this mode of consolidation than the coarser sand rocks. بتكون الصخور الطينية الدقيقة الحبيبات أكثر عرضة لهذا النمط من التماسك من الصخور الرمية الخشنة. يعني لو جبنا صخور طينية اللي هي بتكون الحبيب بتاعها دقيق بتتماسك أكتر من أو بتلتحم، بيحصل لها التحام أكتر من الرمل الخشن اللي هو الكورس ساندستون. زي ما عرفنا عملية الويلدينج بنعرف عملية السيمنتيشن اللي عملية التلاحم معناها ايه ومفهومها. زي في السيمنتيشن بنلاقي البارتيكلز ار باوند توجذر باي ذا ديبوزيشن اوف سيمنتنج سبستانس بتوين ذا جرين، زي ما قلت من شويه ان بيتم ربط الجزيئات معنا عن طريق ترسيب ماده لحمه، يبقى دي كانت نتيجه بريشر وضغط وحركات ارضيه خلتها اتلحمت في بعضها، انما دي ماده لحمه هي اللي بتلحم، ترسيب المواد اللحمه بين الحبيبات between the grains. This substance may be brought into the rock by percolating solution which may carry silica, calcium or magnesium carbonates or iron salts. يمكن ادخال هذه المواد للصخره عن طريق المحاليل المتسربه والتي قد تحمل السيليكا او كربونات الكالسيوم او المغنيسيوم او املاح الحديد. The cement اللحم بقى اللي هي الماده اللحمه again may be clay matter which has been produced by the decomposition of feldspar within
زي سيديمنت اور ويتش هاز بين ديبوزيتد along with the predominant sand grains. المادة اللحمة دي اللي هو اللحم مرة أخرى بتكون عبارة عن مادة طينية بيتم إنتاجها عن طريق تحلل في الصبار داخل الرواسب أو التي تم ترسيبها مع حبيبات الرمل السائدة. In most cases therefore cementing substances are oothogenic. وبتكون المواد اللاصقة دي أصيلة النشأ، يعني في المكان اللي هي فيه الحبيبات دي اتعملت منها هذه المادة من المكان اللي هي موجودة فيه، علشان كده بنسميها المادة اللاصقة في هذه الحالة أصيلة النشأة. The processes of welding and cementation generally act together in hardening and consolidation of sediment. بتعمل عمليات الالتحام اللي هي الويلدنج والتلاحم اللي هو السيمنتيشن، العمليتين بيعملوا بشكل عام معا في هدف واحد اللي هو تصلب وتماسك الرواسب. Thus dust clay mud or clay is converted into clay stone mud stone or shale. Sand is changed to sandstone, pebbles or cobbles or boulders are cemented together to form conglomerate and breccia. علشان كده بنلاقي كل بقى الرواسب او الفتات على مختلف احجام متحول من الشكل اللوس الى الشكل المتصلب نتيجة عملية هذا الالتحام او المادة اللحمة بين الحبيبات. فهنلاقي على سبيل المثال بيتحول التراب والطمي والطين الى الحجر الطيني اللي هو الكلي ستون، بدل ما كان كلي ومض وضغط اصبح الحجر الغريني، الغرين بقى حجر غريني وطفلة. بيتم تحويل الرملة زي ما ذكرت من شوية لحجر رملي بقت ساند ستون. بيتم الالتحام هو اللي احنا بنحكي عنه الويلدنج، الحصى الكبير والمتوسط والدقيق مع عشان يكون باقي الصخور الحصوية اللي هي الكونجلومريد والبريشيا. دي اللي عملية التماسك بتاع الحبيبات نتيجة زي ما ذكرت البريشر او الويت او الارسيس موفمنت، او على الجانب الاخر نتيجة السيمنتنج ماتيريال المادة اللحمة اللي بتلحم الحبيبات وتحولها من رواسب مفككة أو مبعثرة إلى صخور متماسكة تحجرت وتصخرت بقت صخر. العملية اللي بعد كده، ودي عملية من العمليات المميزة للصخور الرسوبية بالتحديد، اللي هو عملية التطبق. يعني أهم صفة في الصخور الرسوبية أنها توجد في شكل طبقات layers bedding strata، ومنها جات ستراتيفيكيشن اللي هي العملية نفسها اللي هي التطبق. التطبق ده زي ما لسه بقول one of the most characteristic feature of sedimentary rocks is their deposition in beds, layers or strata. من اكثر السمات المميزة للصخور الرسوبية هو ترسبها في طبقات. The bedding or stratification is indicated by differences of composition, texture, hardness, cohesion or color disposed in approximately parallel bands. بتتم الإشارة إلى التطبق stratification أو bedding. من خلال التطبق ده بيبان لنا من خلال الاختلافات في التركيب، في النسيج، في الصلابة، في التماسك، في اللون. بقدر أميز طبقة عن طبقة الموجودة في نطاقات متوازية، وبيكونوا متوازيين يعني فوق بعض كده بالترتيب، ومستوى الوصل بين الطبقات المختلفة هو مستوى التطبق. أنا عايز أقول إني بعرف التطبق ده من خلال هذه العناصر: التكوين، طبقة اللي فوق غير اللي تحت غير اللي في النص، واللي بيفصل بينهم ده اللي هو البيدنج بلين اللي هو مستوى التطبق اللي بيفصل بين طبقة والتانية من خلال بقى لونها، نسيجها، تماسكها، صلابتها وهكذا. بنقدر نقول ان في هناك كثير من المصطلحات تمر علينا ان فيه استراتا، وكل ده مرادفات لطبقة، بس اللي بيحصل فيها ان بيكون احجامها مختلفة.
ستراتا ده الكبيرة أصغر منها شوية، ليرز أصغر منها، بيتس، كل دول بمعنى طبقات، بس طبقات زي حكاية كوبلز وبيبل وبولدرز، كلها طبقات بس إيه الأحجام بتاعتها مختلفة. سنجل لير طبقة الواحدة bounded by two bedding planes is a bed or stratum، اللي كنت بحكي عليه من شوية، إن الطبقة الواحدة بتعدها مستويات تطبق. يعني طالما في مستوى تطبق اللي هو بيدنج لين أبر ولور، يبقى في الحالة دي بقول عليها إيه stratum، ده المفرد، أور بيد. stratum ده مفرد جمعها strata أور بيد، وبيد طبعا زي ما احنا عارفين جماعة بيد. يبقى إذا كان هناك سطح حلو سفلي بقول على دي طبقة وذات الصفات واحدة. The thickness of bits may vary from many feet down to fraction of an inch. قد يختلف سمك الطبقات دي اللي هو المسافة بين السطح العلوي والسفلي من عدة أقدام إلى جزء من البوصة. Very fine paper thin bits are known as lamina and are found only in materials of clay, silt, or very fine sand grid. Or very fine sand grid. بتعرف الطبقة الدقيقة جدا والرقيقة الورقية لأقل سمك باسم صفيحة لامنة. يبقى دي لامنة علشان نميزها من اللي فاتوا، دي عبارة عن several millimeter، ممكن تساوي كلمة باند. يبقى لامينا سيفرال مليمتر، بينما لير عشان نعرفها فرق بينها وبين التانية سيفرال سنتيمتر. الشيت بارت من المليمتر، يبقى أكبر حاجة هنا اللير سيفرال سنتيمتر، اللامينا سيفرال مليمتر، الشيت اللي هو بارت من المليمتر. بتسمى في هذه الحالة لامينا يعني صفيحة، وتوجد فقط في مواد الطين والغرين أو درجة الرمل الناعم جدا، يعني بتوجد في المواد اللي هي الدقيقة والدقيقة جدا للحبيبات. اللامينة دي نتيجة عملية لامينيشن اللي هو التصفح، العملية نفسها اللي تؤدي إلى ذلك. اللامينيشن is often due to the deposition of minutely plate minerals such as micas، اللي كنت لسه بقول عليه أن التصفح بينتج عن ترسيب المعادن الصفائحية الدقيقة جدا مثل المايكا. It may also bring about by pressure due to an overlying load action open minute particles rotating them into position perpendicular to the pressure direction. قد يحدث أيضا عن طريق الضغط بسبب أن تأثير الحمل الزائد على الجزيئات الدقيقة التي تقوم بتدويرها في موضع عمودي على اتجاه الضغط. يعني لما يبقى فيه ضغط متمثل في حمولة علوية على طبقة بيضغط عليها وبيعمل لها عملية تصفح، بيخليها تتشكل في شكل صفيحة في النهاية نتيجة زيادة الضغط الواقع عليها، overlying load action. The orientation of the constituents in this way bring about facility which is known as the ability of certain fine-grained sedimentary rock to split easily along the bedding planes. طبعا الحاجات دي اللي هي بتأثير الحمل الزائد بتقوم بتدويرها في موضع عمودي على اتجاه الضغط، بيؤدي توجيه المكونات دي بهذه الطريقة إلى حدوث انشطار، وهو ما يعرف بقدرة بعض الصخور الصوبية ذات الحبيبات الدقيقة على الانقسام فيسيليتي بسهولة على طول مستويات التطبق. بيدنج بلين، احنا عارفين ان البيدنج بلين مستوى التطابق اللي هو بيفصل بين طبقه والتانيه. بيدنج بلين اور لامينا فريكوينتلي انديكيتس ا لونجر اور شورتر بيريود اوف نون ديبوزيشن سبيشالي وين ات سيبريتس ماتيريال اوف ابريسيبلي ديفرنت كومبوزيشن اور تكستشر. بيشير مستوى التطابق او الصفيحه ده في كثير من الاحيان الى فتره اطول او اكثر من عدم الترسيب،
ما هو معنى ان في مستوى تطابق ان الترسيب واجب، لان لو الترسيب شغال كان هيبقى نفس المحتوى او اكثر من عدم الترسيب. يعني الترسيب وقف شوية وبعد كده بدأ يستأنف تاني، فجت طبقة فوقيها غير اللي تحتيه، خاصة عندما تفصل المواد ذات التركيبة والنسيج المختلف بشكل ملحوظ. الكلام اللي بقوله ده، عندما تفصل المواد ذات التركيبة والنسيج المختلف بعضها عن بعض، اللي فوق عن اللي تحت، يبقى اللي في النص ده مستوى تطابق على طول. When the meeting plane are disposed approximately parallel to one another, the phenomenon may be called concordant bedding plane. عندما يتم وضع مستويات الطبقة بشكل متوازي تقريبا مع بعضها البعض، يقال ان يمكن ان تسمى هذه الظاهرة بالتطبق المتوافق، زي ما كنا بنقول في اشكال الصخور النارية concordant و discordant relative to bidding. يعني هل هي متوافقة مع التطابق في المنطقة ولا غير متوافقة؟ يبقى ده تطابق متوافق. Often however there may be seen with particular bits of subsidal bits subsidal stratification indicated by bidding plane which are inclined to the major line of bidding. ومع ذلك في كثير من الأحيان يمكن تطبق فرعي داخل طبقات معينة تشير إلى مستويات التطبق والتي تميل إلى خط التطبق الرئيسي، إلى تميل إلى خط التطبق الرئيسي. This appearance which are variously known as cross oblique faults or current bidding may all comprised under the term discordant bidding. يعني لما بتميل او يرى هناك طبقات فرعيه واخد اتجاه مختلف عن مستوى التطبق، فهذه المظاهر تعرف بشكل مختلف باسم التطبق المتقاطع اللي ما اصبحش بقى ايه متوازي. ممكن يكون قاطع، ممكن يكون انكلايند مايل او كاذب او حالي، قد تتدرج جميعا تحت مصطلح التطبق الغير متوافق ديسكورد. يبقى اذا هناك في مستويات التطبق ما هو متوافق من الطبقات ومنها ما هو غير متوافق concordant or discordant bidding. اخر نقطة هنتكلم عنها في المحاضرة دي اللي هي العلامات والتراكيب الصغرى في الصخور الرسوبية، ودي من ضمن المميزات طبعا المميزة لها كصخور رسوبية. يعني دي خواص فريدة اللي هي ما يطلق عليها minor structures and marking. احنا كنا بنتكلم تكشر في الجرين سايز وشيب وراوندس، وبعد كده عملية التماسك وعملية التطبق، كل دي من السمات المميزة اللي هي الصخور الرسوبية بالتحديد. ماينور ستراكشر اند ماركينج، العلامات والتراكيب الصغرى. The well known wavy pattern or ribble mark so often seen on sandy beaches may under special condition be preserved in the sediments. النمط المتموج المعروف أو علامة التموج والذي غالبا ما يرى على الشواطئ الرملية قد يتم الحفاظ عليه في الرواسب في ظل ظروف خاصة. An unsymmetrical type of ripple mark however is made by current action in either water or air كما بالشكل. ومع ذلك فإن النوع الغير متماثل من علامات التموج بيتم إنشاؤه عن طريق تأثير التيار إما في الماء أو الهواء كما بالشكل. يبقى إذا علامة التموج دي بتكون نتيجة تأثير يا هواء يا مية، وأنا أعرف الفرق بين الاتنين دلوقتي. المط كراكس كما بالشكل ده، ما هو الشكل ده بيبين علامات التموج دي. الأولى دي اللي هي السيمتريكال المتماثلة دي، لما الاقي الشكل ده بعرف ان دي نتيجة الرياح اللي هي ويف الاولانية اللي هي الموجة، الويف ريبل ماركس اللي هي علامات تموج الموجة واخدة شكل ايه سيمتريك المنتظم، بينما التانية الموجة الخط متعرج مايل مش واخد شكل رأسي، ده واخد شكل انكلاين. فده بيكون اول ما اعرف الشكل باللي ده في الفيلد ده في الحقل بعرف ان ده ويف ريبل ماركس، ده نتيجة موجة مية يعني، والتاني بي كارنت ريبل ماركس ده نتيجة رياح.
الرياح هي اللي بتخلي بتديني الشكل ده. مات كراكس اور سان كراكس ار اوفن بريزيرفد ان ذا فاين جرين سيدمنتري روكس. غالبا ما يتم الحفاظ على شقوق الطين او شقوق الشمس فيها الصخور الصوبية ذات الحبيبات الدقيقة. They form a network of fissures enclosing polygonal areas and preserved by infilling with sand or different kind of mud. وهي تشكل شبكة من الشقوق التي تحيط بمناطق متعددة الأضلاع ويتم الحفاظ عليها عن طريق حشوها بالرمل أو نوع مختلف من الطمي. Different kind of mud. They are indicative of condition of exposure to the atmosphere. وهي تشير إلى على ظروف التعرض للغلاف الجوي. Rembrandts are also be found on surface of sediment rocks and are preserved in the same places and under the same condition as mud cracks. ويمكن أيضا العثور على آثار المطر على أسطح الصخور الصوبية. يعني لما تبقى فيه مطر انزل بلاقي حفر كده صغيرة لقطرة المطر او النقطة بتنزل بتعمل ايه زي حفر، ده بيسموه اثار المطر، وتتم الحفاظ عليها في نفس الاماكن ونفس الظروف مثل الشقوق الطينية. ايضا tracks and trails are marking indicating the passage of some animals or soft sediments over soft sediments which he was able to take and retain the impression. احنا بنتكلم ايه على علامات وطوابع. الاثار ايضا والمسارات هي علامات بتشير الى مرور بعض الحيوانات فوق الرواسب الناعمه والتي كانت قادره على اخذ الانطباع والاحتفاظ به. زي ما احنا بنقول كده اثر السير يدل على المسير، يعني طالما في طابع كده موجود من شكل الطابع بعرف ايه اللي مر في المكان ده ونوعية الحيوان كمان من شكل الطابعة اللي طبعها في الرمل. ده بيسموها التراكس والتريلز الآثار والمسارات. فوت برينتس ديو تو امفيبيان ريبتايلز اند بيردز هاف اوفن بين اوبسيرفد اند ذا اوبسيرفد ان ذا ستراتا. غالبا ما يتم ملاحظة آثار أقدام البرمائيات أمفيبيان والزواحف ريبتايلز والبيردز الطيور في الطبقات. يعني دي بيبان حتى نوعية الحيوان اللي مر من خلال هذه الطبع اللي عملها في الطبقات. Long winding shallow barrel sided depressions are usually ascribed to worms. عادة ما تسبب المنخفضات الطويلة والمتعرجة والضحلة والمتوازية الجوانب إلى الديدان. يعني الديدان ممكن تعمل زي حفر كده منخفضات ممكن تكون طويلة متعرجة ضحلة متوازية الجوانب اللي هو الحفر بالأرض الديدان الأرضية. كل ده بيعبر عن ما يسمى الماركينج والعلامات التموج أو العلامات اللي بتتركها آثار الكائنات في الرواسب البرينت اللي بيحصل، وعرفنا شكل الموجة اذا كان متماثل هل او غير متماثل، بنعرف مصدره اذا كان المية او الهواء الكارنت او الرياح. بكده انتهت المحاضرة بحمد الله وتوفيق. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، مع اطيب تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.